يطلق المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية موسمه الثقافي بهذه الندوة العلمية المنظمة تحت الشعار الموسوعة والتجديد في تراث المحضرة الشنقيطية العلامة عبد الله بن الحاج حيم الله نموذجا. ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظرفية يحتفي فيها البلد باختيار نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2023. ينتصب المعهد العالي معلما بارزا للإشعاع العلمي والثقافي يضيء سماء مدينة نواكشوط، وهي تتبوأ للمرة الأولى مركز العاصمة الإسلامية للثقافة، وتؤكد العطاءات العلمية للمعهد قدرته الباهرة على الإسهام في هذه المركزية الثقافية لمدينة نواكشوط. وفي هذا السياق يتنزل تنظيم المعهد لهذه الندوة العلمية المباركة التي تعنى بالتفكير والتحليل لتراث واحد من أهم أساطين العلم ومنارة المعرفة، إنه العلامة الفريد عبد الله الحاج حيم الله. الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أكد أن هذه الندوة يعول عليها كثيرا في إثراء البرنامج التنفيذي لاحتفالية نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية للعام الحالي. إننا في اللجنة العليا لاحتفالية نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، إذ ننوه بهذا النشاط المتميز لنعلن تعويلنا على برامج ومشاريع المعهد العالي في إطار هذه الاحتفالية، إثراء للبرنامج التنفيذي لاحتفالية نواكشوط عاصمة للثقافة سنة 2023. المدير العام للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية أعرب باسم هذا المرفق العلمي عن سعادته بتنظيم هذه الندوة كإسهام من المعهد في احتفالية نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية. شرف كبير لنا في المعهد العالي أن نساهم في احتفالية نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية. هذا الحدث الكبير الذي يلقي الضوء على المساهمة التاريخية للمحضرة الشنقيطية في الثقافة الإسلامية، ولا شك أنكم تعلمون أن للمعهد العالي أول مؤسسة للتعليم العالي في هذا البلد ما ينفقه في سوق الثقافة والتراث، وهو القنطرة الأولى بين المحضرة والتعليم الأكاديمي. وستكون هذه الندوة فرصة للسجال العلمي الرصين لمواجهة قضايا العصر من خلال محاضرات ينعشها أكاديميون مختصون في عدة مجالات علمية وثقافية.